اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. مع بدايه الاسبوع دايما حريصين ان طلباتكم من خلال السوشيال ميديا ومتابعه السوشيال ميديا الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي وصفحه الشخصيه بنعرف اسئله الجمهور كله اللي بيتابعنا في انحاء العالم وبنعمل الاكل مباشره على الهواء. معانا النهارده مطلوب عايزين نستخدم المكرونه مع طاجن سجق. السجق ده طبعا مدرسه بيتعمل حاجات كتيره قوي. تعالوا نعمله مع بعض النهارده طاجن مع المكرونه بطعم وفليفر وتركايه الشيف المغازي. معانا لسان العصفور اللي دايما محصور ما بين شوربه لسان العصفور اللي احنا عارفينها، ولكن طاجن لسان العصفور بالخضار دي حاجه جديده. نستخدم شوربه فراخ او شوربه لحمه زي ما انت عايزه. الخضار اساسي بيكون عندنا بسله طعمها فيها سكريات، والجزر نجمع ما بين السكريات بتاعه الجزر والبسله ولسان العصفور، بالتاكيد الطعم هيكون مختلف. معانا بمناسبه المانجا بغرقها السوق مطلوب مننا نعمل سموز المانجا بالايس كريم. هل الايس كريم ينضرب في الخلاط ولا نحط المانجا على الايس كريم؟ الكلام ده هنشوفه في تفاصيل سموز المانجا. طعمها اللطيف الجميل من خير ارضنا مع ايس كريم فانيليا عشان طعم المانجا يبقى واضح. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل، ممكن الماتيريال بتاعي في متناول الجميع ولكن التفاصيل البسيطه والافكار اللطيفه الجميله اللي دايما بقولها تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، اكيد في كلام هنا اطرحه بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ازاي معانا سجق كيلو، نص كيلو، 600 جرام. انا عايز كميه الحاجه اللي هتشتروها بالوزن يعني حسب عدد افراد الاسره، ولكن نحط في الاعتبار ان الحاجه لما يكون بسيطه في الحاجه التابعه لها بتبان شخصيتها. يعني المكرونه عندنا عايزين طعم السجق ازاي؟ المكرونه تشرب من الفليفر بتاع السجق، هي دي المدرسه بقى. معانا المقادير على الشاشه. معانا مكرونه صغيره بتاعه المبكبكه اللي احنا عارفينها او بتاعه الكشري، مكرونه صغيره كده معروفه في السوق اهيت اللي هي بيسموها المقصوصه الصغيره دي كده، غير المكرونه البنه دي. مكرونه ومعانا سجق ومعانا بصل ومعانا ثوم وشويه حب. ايه هما شويه الحب؟ انك داخله المطبخ تعملي اكل حلو لاولادك لاسرتك لضيوفك بتعمليه بحب، ده المقصود من كلمه شويه حب. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. سكينه حاميه، تعالوا ناخد بصلايه ناعمه، فص توم ناعم، وناخد السجق بتاعنا اللطيف ده كده نقطعه مكعبات صغيره اهو. معانا طاسه شديده الحراره على النار. انا يهمني في الاول ازاي اعمل شويه شوربه او شويه مرق المكرونه تتسلق فيهم تاخد طعم السجق، هو ده المقصود من ان انا ازاي اعمل طاجن المكرونه بالسجق، هي دي الفكره. تبقى تبقاش الطاجن المكرونه في سكه والسجق في سكه، هو ده المدرسه. معانا سجق بلدي ضاني بناخده كده بنقطعه مكعبات صغيره، يعني بنقطع الواحده تقريبا على ثلاثه بالشكل ده كده. معانا طاسه شديده الحراره على النار، مش عايزه سليم طبعا مع المكرونه بيبقى شكله مش لطيف، وفي نفس الوقت كمان الكمية تبقى لازم تكون كمية كبيرة، فأنا عايز أشتري كمية معقولة وتكفي أفراد الأسرة. أدي الفكرة، زي بجيب فرخة كده وأقطعها غير إن أنا أسلوها كلها سليمة مع بعضها. أدي شوية السجق الحلوين معايا. الطاسة بتاعتنا بتسخن، بنحط فيها معلقتين من زيت الزيتون بالشكل ده كده. وأول حاجة أعملها يا عم الشيف هاخد السجق ده أديله تشويحة من غير اي توابل ولا اي حاجه خالص زي ما هو كده في قلب الزيت. شفت بقى التركايه دي فين البصل وفين الثوم بعدين الله اديله شخصيه من الاخر. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. ونغطي الحله دي ما نسيبهاش مكشوفه، خلي بالك في التركايه دي، نغطي الحله دي. هناخد شويه شوربه من هنا كده ميه اقفل الحله يا عم الشيف. ليه بقى قفلنا الحله؟ عمليه قفل الحله او ان انا احط الغطا بتاع الحله مباشره مع درجه الحراره
بعمل عملية احتباس للبخار أو البخار اللي طالع ده نتيجة التحمير، بيغلي في حبات السجق بتاعتي وخليها تاخد شخصية وما يتفرمش معايا وما يبقاش لحمة مفرومة. هنسيبه في الحلة زي ما هو. هنجيب البصل بتاعنا، بصلية حلوة كده، ونقطعها شرايح بالشكل ده كده. جوليان يعني بتبان كده مع السجق لطيفة وجميلة. معانا قرن فلفل بالشكل ده كده. دايما السجق والكبدة بتحب الطعم السبايسي، دي مدرسة. ناخد القرن الفلفل ده كده برضو، أنا بحب الفلفل الرومي الأخضر بتاعنا الجميل، بيبقى طعمه حلو خاصة في الطواجن. عالم دلوقتي اهو مع بعض، الله عليك، حاسس بيا. كمان قرن فلفل حار، قصدي رومي. عملية السبايسي دي اختياري، مش عايزك تحط تاخد قرار من راسك وتعمل الطاجن سبايسي كده وخلاص، لا. ولادك بيحبوا الحار نحط الحار، ضيوفك بيحبوا الحار نحط الحار. طب الضيوف بيحبوا الحار ولادي مش بيحبوا الحار، اعمل ايه؟ نعمل عملية الوسط. حلو الكلام. ادي الخضرة بتاعتي زي الفل معايا. تعالوا نشوف السجق وصل لغايه فين كده. هو ده، الله. شفت انا عايز السائل ده، عايز الشوربه دي، هو ده الكلام بقى، ده اللي انا عايزه. هعمل ايه يا عبد الشيف؟ حلوه. بجيب كسرولة تانية. حلو. وناخد السجق ده اللي خد الصدمه دي كده، مخرجنا الجميل اهو، ونرجع الطاسه دي على النار مع مكعبين من الزبدة. حلو. ننزل بالبصل والخضرة اللي احنا مقطعينها. خليكي تعملي طاجن مكرونة حكاية. ادي البصل مع الفلفل، التوم مش هينزل دلوقتي خالص، الله على الريحة الحلوة. بمجرد ما حطيت البصل مكان تحمير السجق شميت ريحة السجق. نقلب الخضرة دي حلوة مع بعض. عندي المكرونة البنة بتاعتنا أو المكرونة المقصوصة، باخدها بحضرها، بتتسلق ربع سلقة كده هنا، الأكلة دي أنا بحبها. وعلى فكرة بحب المكرونة بتبقى واخدة طعم السجق، يعني مدرسة المبكبكة من الآخر. هذه المكرونة بتتسلق في مية مغلية بشوية زيت صغيرين وشوية ملح صغيرين. خلي بالك طالما حطيتي ملح على المكرونة ما تنسيش عشان تعملي كنترول على موضوع الملح بالشكل ده كده. ونقلب البصلية الحلوة دي كده. مطلوب من النار هنا البصل ده يحل كده مع الفلفل مع شوية البهارات بتاعتنا، أولهم الزعتر، طالما مكرونة يبقى فيه زعتر، والزعتر بيشيل ريحة البصل. وعندنا شوية فلفل حلوين، ملح بسيط جدا لأن أنا حاطط ملح على سلق المكرونة. الحاجات دي بسيطة بتحطها في الاعتبار، في الآخر بتخرجي أكلة حلوة. وأدي شوية بابريكا وشوية كزبرة كده، نقلب دول كلهم مع بعض. الله، هو ده الطعم. شفت البصلية خدت لون ازاي؟ بالزبدة مش بالزيت. حلو. عندنا السجق بتاعنا، نبص عليه كده بقى اهو. شفت شوية الشوربة دول انا عايزهم. ده السجق ينزل كده. هو ده، الله. ونغطي الحلة دي يا عم الشيف، كله يستوي مع بعض. مخرج بيسألني دلوقتي سؤال وجيه جدا، وانا اعتقد ان حضراتكم برضو تسألوه. الشيف المغازي ما حطش ليه الخضرة على السجق مباشرة وهو بيتحمر؟ ما ينفعش، لان انا عايز صدمة للبصلاية والفلفل مع الزبدة نوصل للشكل اللي حضراتكم ده شايفينه، واغطيها يوم ما فيه اتحاد هنا، والاتحاد قوة ما بين الخضار وسائل الخضار مع السائل اللي نزل من السجق بالشكل ده كده. والطعم عندي، اغطيها
بيبقى انا خلصت كده. عندي لما تيجي تعملي طاجن بالسجق او طاجن مكرونه بالسجق، انت ليكي مدرسه ومدرسه المغازي، جربيها عجبتك امشي عليها. السجق الاول خد صدمه ناريه من غير توابل، لان اصلا كده السجق كده فيه طعم التوابل. نزلت بالخضار الجوليان المتقطع حمرته لوحده، وعندي مكرونه سلقتها، سلقتها تقريبا نص سوا. ايه اللي هيحصل بعد كده يا عم الشيف؟ اللي هيحصل ان احنا هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف التركية الأخيرة في ان احنا نجمع ما بين المكرونة اللي هي نص سوا، تكمل سواها مع الابتكار الطهوي والفن الطهوي اللي جوه الطاسة دي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا تشوفوا الانتاج بتاعنا. شفنا مع بعض السجق، نبص على الحلاوه. طبخه، نقف محطه هنا، ده طاجن سجق بالخضار. زودي تشكيله الخضار، عينيه، زودي شويه الخضار، واصبحت هنا بتعملي طاجن سجق بالخضار. شفت حبات السجق؟ لها شخصيتها. فك مني؟ لا. تكسر مني؟ لا. البصلايه بشخصيتها، والفلفل الاخضر البلدي بشخصيته، والحار بشخصيته، وفي قلب الحله كده وبياخد غلوه. اعتقد ان هو استوى. معانا المكرونه بتاعتنا غلوه على النار بالشكل ده كده اهي. تعالوا نطبق الاكله دي وتعملها كده بايه؟ بمزاج. وندي دعم للصلصه دي بمعلقه فلفله حلوه. طالما طاجن بناخد معلقه فلفله حلوه من دي كده، ننزل كده في القلب كده اهو. الله طعم ده بس خلاص. شفتي بقى شويه سجق حكايه، تاكلي واحده والتانيه والتالته. هنجيب الصينيه دي زي ما هي، والمكرونه بتاعتنا الجميله. تعالي يا حلوه. الله. والسجق بتاعنا، ونوسع الدنيا ديك عشان مخرجنا. وتعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي مع بعض. ادي المكرونه بتاعتي اللي هي اتسلقت تقريبا نص سوا، باخدها احطها هنا كده. الله، شفت المكرونه نازله مبسوطه ازاي؟ هو ده كده. زي ما هي كده يا عم الشيف. اوعى تحط عليها حاجه تانية غير شويه الزيت وشويه الملح. هناخد السجق بتاعنا. الله الله عليك وعلى والديك. مطبخنا في متناول الجميع، هدفي انك تعملي حفله من حاجات بسيطه. انا لو قدامي صينيه المكرونه دي بالسجق حكايه، طعم المكرونه واخد السكه مع طعم السجق. نقفل كده ونشيل شويه مكرونه تاني اهو. عملتيه قبل كده بالشكل ده؟ اتحداكي. طب بتعملي ايه؟ انا مش شايفك، بس انا اقول لك انت بتعملي ايه. بتسلقه كله مع بعضه وتحطيه في قلب الحله وتغرفي للاولاد. لا انا مش عايز كده اهو. دي المكرونه بطلعها ايه زي الفل اهي. وعلى فكره ما تستنيش لما المصفى تصفي المكرونه بالكامل، بالعكس خدها ميتها كده. المكرونه المقصوصه دي هتلاقي جواها شويه سوائل كده من سلق المكرونه، خديها عادي. نحط دي كده هنا، وناخد الحاجات الحلوه دي كده اهو. ألف هنا وشفاء للي ياكل. أهم حاجة عندي يا عم المخرج الجميل والمبدعين وفرسان التلفزيون المصري، إخواتي وحبايبي، أهم حاجة شوية دول، هم دول أنا بدور عليهم الصبح. في قلب الفرن يا عم الشيف، الله عليك. طاجن مكرونة بالسجق بتركاية المغازل. الله، مكانه حلو كده؟ يا اشيله ابدا، ده مستقبلي فيه. اعمل ايه؟ معايا قرن فلفل حار، معايا كمان فلفل رومي، غير الخضره اللي هي موجوده مع السجق، ولكن دي خضره حيه تتحط على الوش برزنتيشن يعني شكل اهو. هنقطعهم ونحطهم على الوش، وبرده ده اختياري، الحار بالذات والطواجن اختياري. وندخل دي الصينيه في الفرن تطلع معاكي زي، لا تقولي لي بقى لازانيا، ولا تقولي لي مكرونه بالبشاميل،
هتاكلي المكرونه وتسيبي السجق. ناخد دول كلهم مع بعض. اعتقد ان احنا لو جينا حسبناها الابتكار الطهوي هنا والفكر الطهوي اغلى بكتير من الماتيريال بتاع الاكل. ناخد دول كده وندخلها الفرن. مكعب زبده، فين الزبده؟ اهي. الحاجات دي مطلوبه على فكره. في درجه حراره 180. خلي بالك ده مهم. عشان المكرونه هنا تتحد مع السجق ويبقى طعمها لطيف. اعمل تركايه حلوه كده. ودي بالنظر زي ما انت شايفه. شوفي بقى لما اجي احط شويه شوربه من بتوع المكرونه اعمل ايه؟ احطهم هنا كده. شفت انا بعمل ايه دلوقتي؟ اهو ده فن. اهو هنا الله عليك. وهندخلها الفرن يا عم الشيف ونتفرج عليها بعد ما تطلع من الفرن ونحكم احنا عليها. الف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. طاجن مكرونه بالسجق، الخبره الطهويه فيه والابتكار الطهوي فيه يفوق الماتيريال بتاع المكونات بتاعت الاكل. كيس مكرونه بثلاثه تعريفه، نص كيلو سجق من الجزار اللي على الناصيه، وعملت صينيه مكرونه بالسجق كل الاولاد هياكلوا صغير والله العظيم انت ابن حلال دايما بتفكرني بالحاجات في وقتها. حاضر، تستاهل ان انا اجيبه قدامي. عينيا قال لي يا شيف ناسي حاجة مهمة جدا، ناسي المكرونة. ده المكرونة دي يا باشا تتدرس. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ وانا عاجبني قوي بقى المكرونة اللي على الوش لما ناكلها تطلع تحت اسناني كأنها فوزدو، فوزدو حلبي. الله الله على الحلاوة. اهي يا غالي بالله عليك تعاكسها شوية، تستاهل المعاكسة. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ يلا هو ده. لا التفاصيل بقى، حبيت السجق مع المكرونه مقرمشه مستويه مع البصل المكرمل مع الفلفل مع الخبره الطهويه، المكرونه تحت ناكل نلاقي فيه طري فوق ناشف شويه وهكذا.